انا عندي سؤال ممكن برضو اتوجه بيه للاستاذه نجاتي. هل احنا بنعمل تعاون ما بين النور والامل كاوركسترا ومعهد موسيقي وما بين معاهد موسيقيه تانية بره، بما انه ما شاء الله يعني النمسا وبقيه الدول رحتوا اكيد بقى برلين ويعني أيوة كسرنا الدنيا يعني أيوة. في كل بلد في في تعاون بيتم ما بين المعهد عندنا في النور والامل وما بين الحاجات التانية اللي بره؟ لا، هو اولا هو اليابان حاولوا يعملوا اوركسترا زي بتاعنا ما عرفوش. بجد؟ اه والله. ده بجد؟ اه والله حقيقي حقيقي. هيتنقلوها عبر وسائل التواصل الاجتماعي؟ ما عرفوش والله. هو الاوركسترا الوحيد في العالم من نوعه، هو الاوركسترا فريد نوعه في العالم. اصل اليابانيين معروفين ان هم عندهم اصرار كده ومثابره يعني ما قدروش يعملوه، ما فشلوا زي بتاعنا ما ينفعش. يعني احنا الوحيدين. احنا الوحيدين. انتوا شايفين انتوا شطار ازاي ولا لا؟ سقفوا لنفسكم وانتوا قاعدين حاطين ايديكم في سقفوا. انتوا كمان في الاستوديو سقف. ده انتوا هرم مصر الرابع فعلا جدا قوي خالص. او فعلا فاليابان اول حفله قالوا عليهم كده. دي حاجة بالنسبة لي مبهرة جدا. أنا يعني أنا طول الوقت فخور جدا بالنور والأمل، بس فعلا ما كنتش أعرف إنه حتى اليابانيين ما عرفوش. أيوة هم جربوا التجربة دي ما عرفوش يعملوها. هو ما فيش فعلا أوركسترا هو فريد من نوعه في العالم كله. إحنا الوحيدين اللي في الدنيا كده. طيب وهنا برضو عايز أسأل دكتور تامر، هي مسألة إنه كمان أقعد أصل العزف الكلاسيك ده شيء في منتهى الصعوبة، لأنه المسألة ما هي سهلة، ده علم مش مجرد إن إحنا بنعمل مقطوعات موسيقية. مش عايز طبعا حد يزعل مني من بتاعت اليومين دول، لأ بالودن. ده علم بجد مش هزار، وكل ده عن طريق الودن بتاعت بناتنا، النوت بتاعتنا مكتوبة برايل إلى آخره، فالمسألة صعبة. بتشوف أصعب حاجة ممكن تكون بتواجهك كمايسترو في الأوركسترا النور والأمل إيه؟ اكيد الابهار، يعني انت عديتوا المرحله بتاعه انه احنا نثبت للناس ان احنا بنعزف كويس، تعالوا بقى نبهركم يعني. لا ما هو طبعا هو الابهار يعني هو يعني هي بتبقى هو مفيش حاجه صعبه معاهم الحمد لله، يعني ما شاء الله ما شاء الله عليهم اذكياء جدا وبيستوعبوا بسرعه، بس بيبقى في دايما ايه اللي هو طريقه الشرح الموسيقى الكلاسيكيه زي ما حضرتك قلت ليها منطق معين وعلم معين، فهو الشرح ده ممكن بياخد ايه مجهود شويه بس، لكن غير كده بس ده في ده بقى بيبقى شغل البروفات، بس ده عامه مش معاهم بس، ده معايا اوركسترا يعني حتى طبعا. في الاوركسترات الكبيره انا بشتغل في اوركسترا سيمفوني مثلا. المايسترو ده شغلته ان هو بيتعب في البروفات عشان يوضح وجهه نظره ورؤيته الفنيه ويخرج العمل طبعا بالشكل اللي احنا بنشوفه في الاخر على المسرح. انا عارف انكم طبعا محضرين بس سوري معلش بس عايز اوضح حاجه ان هم انا عايز اقول بس ملحوظه معلش عايز اقولها أرجوك. ان ده نص الاوركسترا ده مش نص. ده الصوت الكامل بتاع الاوركسترا ده اوكي فعشان بس الناس تبقى فاهمه لان هو في الات ناقصه عشان امتحانات وكان في ناس عندها يعني بنات عندها ظروف فما قدرش وبعدين يومين دول في ثانويه عامه بالظبط فاخدين اجازه في بنات عندها امتحانات ثانويه عامه ده كتير عندهم ثانويه عامه عندنا لا ربنا يكون في العون بس هم دول يعني ايه مش الاوركسترا كامل كمان لا ما احنا دي مش اول الزيارات احنا هيبقى في عندنا بقى مره حلقه ثانيه وثالثه يعني انا هقعد اتعبكم كذا مره بانه ارجوكم نورونا وشرفونا لا ده احنا اللي نتشرف انا بتكلم جد والله بجد احنا اللي نتشرف حقيقي طب انا هستاذن هروح لفاصل بس هفكر معاكم بصوت عالي حد احنا اكيد مجهزين مقطوعات عشان الحلقه بتاعت النهارده بس لو الواحد نفسه في حاجه ينفع ولا ما لا للاسف لان هم يعني زي الاوركسترا السيمفوني مثلا لازم يكون محضر لا طب يعني دي الات توزيع كتير الات يعني مش ما بيلعبوش مونوتون اللي هو يعني صوت واحد ده توزيع يعني دي بتلعب جزء يعني طالع نازل ده بتطلع العكس ففي توزيع هارموني وتوزيع كونتر بوينت حاجات معقده شوف بقى ده الفارق ما بين الموسيقيين المحترفين زي حضراتكم وما بين واحد شعبي زي يعني لا 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 شعبي قوي قوي شعبي حلو ده احلى حاجه يعني اساسنا كلنا الشعبي لا شفتوا يا بنات يعني انا قاعد عمال بتصور ان انا من حقي اتصور انه ممكن تعزفوني بقى اللي يجي على مزاجي فطلعت الحكايه تنسيق وتدريب وبروفات وبتاع مثلا لو رحت الاوبرا
وبتحضر مثلا باليه او حفله للاوركسترا القاهره سيمفوني مثلا، ايوه ما ينفعش حضرتك تقول انا عايز اسمع كذا، دي لا يمكن. ما احنا برنامج محضر مسبقا، ما اننا محترفين بس هي طبيعه. لكن اي فرقه شرقي بيبقوا حافظين الريبرتوار، حتى اللي مش حافظ بيبقى ليها سكه كده ايه بالودن بيعرف يجيب الايه ويكمل اللحن، ان هو بيبقى لحن واحد بس. يعني ايه اللحن والله دولية. ما قصدي ان انا ابخس قدركم، اعتبروني انا اللي متعود على سماع الموالد يعني، ما كبروا دماغكم بتحكي على ايه؟ بس يعني والله ممكن تيجي بالصدفه حاجه تقول لنا عايز ايه، وممكن يكون احنا محضرينها. اصل انا عندي انحياز مذهل لرمسكي كورساكوف. ده الحاجة ولا كاني قلت حاجه.